يا هشام خصال، وهي كذلك الأشياء اللي كتجعل من الطفل المغربي والشاب المغربي أنه يكون في متشبع بالثقافة ديالو، متشبع كذلك بالثقافة ديال بلادو، متشبع بالخصال ديال البلاد وهاد الأم اللي ربات 11 الطفل كانت مؤمنة وكانت دائما صاهرة على تربية أبنائها وبناتها والحمد لله أدت الوظيفة ديالها في الحياة. فقدان أم صعب ومؤثر، وبالطبع ربات فينا أننا نكون دائما عائلة موحدة، وهذا الشيء هذا هو اللي غادي نحرصوا باش يبقى دائما مستمر، لأن هذا هو اللي كيعطي الحياة وكيعطي كذلك الإنسان والشخص ذاك النكهة الأساسية في الحياة داخل المجتمع وحياة داخل العائلة. الله يرحمها وينعمها ويقبلها. كتوصي على التشبث بالعائلة، وكتوصي على التشبث بالدين، هذه أشياء دائما ثابتة وحاضرة، وتأكد على التضامن بين الإخوة والأخوات، لأن التضامن العائلي كيساعد باش كل شيء كيكون مرتاح وكل شيء كيكون كذلك ذهنه وشعوره قوي باللحمة العائلية. وبالطبع كانت أم اللي دائما كتسهر على أنه دائما العائلة تكون حاضرة في كل المناسبات، مناسبات أو غير مناسبات، والحمد لله اليوم العائلة كبرت لأنه كاين الأحفاد وكاين أبناء الأحفاد، إذا هذا كله الحمد لله كيجعل أن الذاكرة ديالها وكل يعني الصور اللي
اللي غادي نبقاو محافظين عليهم تشبتين بها هي الصوره ديال الام الحاضره بشوشه ولكن دائما قويه وعندها داك الحس بالكرامه لانه كذلك هذه من بين الركائز ديال التربيه ومن بين الركائز ديال العائله. بغيت في هذا اليوم كما ذكرت ان اقدم واجب العزاء في فقدان والده الاخ العزيز والصديق الحميم السي صلاح الدين مزوار الذي كل يعلم العلاقة التي تربطني به وبعائلته الصغيرة رحمها الله لأنها أنبتت أطفالها نبتا حسنا وما خصال السي صلاح الدين وإخوته في حب الوطن وفي روح المسؤولية وفي يعني الشهامة إلا يد المرحومة رحمه الله في حسن تربيتهم الله يرحمه ويوسع عليها والله يعوضهم بالصبر. واحد اللي يترحم على الفقيدة إن الله وإنا إليه راجعون وبطبيعة الحال صلاح الدين مزوار العائلة كلهم أصدقاء منذ مدة ليست قصيرة ونقدم له التعازي والله يرحمه ويوسع عليها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.